ننتقل لنتابع مشكلة أخرى أيضا هي تقع على عاتق السلطة الرسمية الموجودة في بغداد. هذه السلطة التي يترأسها عادل عبد المهدي هي امتداد لحكومة ما بعد الاحتلال. نتابع هذه القضية المهمة أيضا في حياة المدنيين. أهالي قضاء الغراف في محافظة ذي قار يقومون بتشييع رمزي للبطاقة التموينية التي وصفوها بالمتوفية بحسب وصفهم، وقاموا بنصب خيمة اعتصام احتجاجا على انقطاع مفردات البطاقة التموينية، حيث بدأت مفردات البطاقة التموينية تتقلص منذ الاحتلال عام 2003 إلى أن وصلت إلى حد لم يعد يصل منها شيء للمواطن. فنشاهد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الكمية راحت يا شعب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الكمية راحت يا شعب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الكمية راحت يا فقير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الفاتح على روح البطاقة التموينية المسلوبة في زمن حكم الأحزاب الإسلامية. الفاتح رحم الله عليكم.